Çalmaz nadim, nada sihim sevgilim, nada. تتواصل على قدم وساق في ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط جهودنا لحصاد فاكهة البرتقال. وبدأ قطف أولى ثمار البرتقال قبل 20 يوماً في قضاء فينيكا التي تعرف عند الأتراك بموطن البرتقال، ومن المنتظر حصاد 230,000 طن من برتقال فينيكا هذا العام. إن تركيا تنتج 1,900,000 طن من البرتقال في العام، ونحن ننتج أفضل نوعية برتقال في قضاء فينيكا، والطلب متزايد عليه في الأسواق، ذلك لأن السواحل الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط تنتج أجود أنواع البرتقال في العالم، والذي يعرف منه بشكل خاص البرتقال اليافوي.